احتفلت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بافتتاح عدد من المنشآت الجديدة شملت مباني مجمع الكليات الطبية وإذاعة الجامعة. وقال مدير الجامعة راشد أحمد محمد إن اكتمال العمل في مجمع الكليات الطبية والذي تجاوزت تكلفته المالية أكثر من 45 مليون جنيه يمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية للجامعة، ويسهم بشكل فاعل في تهيئة البيئة وزيادة التحصيل الأكاديمي لطلاب الكليات العلمية. وأضاف أن المبنى مجهز بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة. حقيقة هذا المجمع وتلك الإذاعة التي افتتحناها من قبل حوالي الساعة من الآن كانت حقيقة صروح وإضافة حقيقية لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بعد إضافة كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان إلى هذه المنظومة التي اكتملت في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. وحقيقة كانت حلم بالنسبة لمنسوبي الجامعة أن يكون هنالك مجمع لهذه الكليات التي أنشئت حديثا. إلى ذلك أكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوسف حسن عبد الرحيم اهتمام الوزارة بتطوير العمل في الجامعات شكلا ومضمونا، فضلا عن السعي المتواصل لتجويد الأداء وتطوير المناهج وتشجيع البحث العلمي. في هذه المناسبة المهمة جدا جدا في يعني في تاريخ التعليم العالي، وهي معلم رئيسي بقيام هذا الصرح الكبير اللي هو مجمع الكليات الصحية التابع لوزارة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. ومن قبلها كنا في افتتاح أو غصن شريط للإذاعة الخاصة بوزارة الجامعة، وافتكر أن الحدثين مهمين كل منهما يعضد الآخر في يعني التوسع اللي بتشهد الجامعة سنويا من حال إلى حال، من برامج إلى برامج ومن بنية تحتية إلى بنية تحتية.